يعني الأمن والأمان كتير مطلوب. يعني أكيد لو ما في أمن وأمان ما فينا نعمل بيزنس ولا في حد يقدر يأمن أي شيء. أنا اسمي باسل محمود الحبان، مقيم بدولة الإمارات بدبي. الانطلاقة كانت يعني بالمجال الصالونات من سوريا. عملت صالون بسوريا، طبعا دخلت مدارس تعليمية وبعدين دخلت محلات عملي. طلعت من سوريا على السعودية، كمان عملت بزنس بالسعودية وبعدين اجيت على دولة الإمارات. وتقريبا صار لي 12 سنة بدولة الإمارات. لا، هي الخدمات يوم عن يوم عم تتطور. يعني بتعرفي أول شيء بتيجي مثلا حلاقة الشعر، حلاقة اللحية، كانت هذا الحكي من زمان، بس هلأ صار في 50 خدمة، مو خدمة أو 2 أو 3 خدمات، صار في 50 خدمة. كل يوم عم بيمشي لقدام عم تزيد الخدمات، ونحن عم نحاول أنه نطور بالخدمات أكتر وأكتر. كل ما طورتي أكتر لازم تكبري أكتر وتوسعي أكتر، فهذا اللي احنا الهدف اللي احنا ماشيين عليه. وعم نحاول نطلع على أي دولة نجيب شيء جديد وشيء ما موجود عشان نكون مميزين عن أي مجال تاني أو نفس المجال يكون ما حدا سابقنا بنفس المجال. الميزات اللي هي بتجي اللي بتميزها عن أي صالون تاني هي إنه مو بس حلاقة شعر ولحية وتنظيف، وهاي نحن في عنا مثلاً تقليم أظافر اليدين، تقليم أظافر الرجول، تنظيف بشرة، معالجة الشعر، موجود عنا حمام مغربي، علاج الجسم بالأعشاب، موجود عندنا كامل يعني عناية كامل بالرجل. كل شيء بيحتاجه الرجل موجود. برودك فيرونا هو يعني هو صناعته ألمانية، هو علاج كامل للبشرة، بيتكون من صابون لعناية البشرة بالكولاجين، كريمات لتجاعيد البشرة، دهون البشرة، الرؤوس السوداء اللي بالبشرة، وموجود اللوشن الجسم اللي هو تبييض الجسم بالكولاجين. قسم حمام المغربي هو على من كتر ما الزباين طلبوا انه بدنا حمام بدنا حمام بدنا حمام، هن كانوا نحن كانوا مفكرين انه الحمام المغربي هو بس انه صابون وزي الحمامات الاخرى. نحن طلعنا وشفنا برا يعني بدول برا وشفنا كيف الحمام المغربي بيكون موجود. طورنا الموضوع لثلاث يعني 3 خدمات بالحمام المغربي، اللي هو الحمام المغربي العادي، حمام مغربي بالماسك، حمام مغربي بالعشاب اللي هو هذا بيجي توب. يعني هذا بيعالج جسم الإنسان حتى لو كان فيه دهون، رؤوس سوداء، من الأجواء.
علاج الشعر بيجي بمراحل. اول شغله بيجي ده الهير تريتمنت اللي هو الحمام الزيت لعلاج القشره بجلد بصله الشعر، بنعالجها بالقشره، بنعالجها بالابر الفيتامين، بنعالج الشعر نفسه بالكرياتين. فيك اللي بيجي كرياتين، بيجي بوتوكس لعلاج الشعر من التلف، من التساقط، من اختلاف اللون، هذا كله علاج كامل للشعر. كل جنسية عندها اختصاصها، مثلا عندنا كل الجنسيات موجودة، الحمام المغربي شاب مغربي اللي بيسوي الحمام المغربي، المينيكير، البيديكير، تنظيف العناية بالأظافر، فلبينية اللي هن مختصين بهذا الشيء. طبعا الجنسية هي بتكون هي بروفيشنال بهذا المجال، نحن مشان هيك بنختار هاي الجنسية. مثلا سوريين، مصريين، باكستانيين، هن اخصائيين بالشعر باللحيه، باكستانيين نحن عندنا باللحيه اكثر شيء مختصين بموضوع اللحيه. اللي بيميزنا عن بقية الصالونات الثانية انه نحن ما عم نوقف التقدم. نعم. يعني ما عم نضل واقفين بنفس المكان، كل يوم لازم يكون في عندي شيء جديد بالمحل. نعم. اي شيء لازم يكون شيء موجود، شيء جديد، ان كان برودك ولا ان كان العناية بالرجل. نعم. او اي شيء ممكن يطلبه الزبون ممكن اني أأمن له اياه بأأمن له اياه. هلا هو الموضوع هذا تطور، يعني صار كل شيء موجود على النت. الزبون بيختار على موبايله او على الايباد اللي معه، بيختار الستايل اللي هو بده اياه ونحن بنتصمم له اياه. بس الزبون لما يقول لك مثلا انه انت اعمل اللي بدك اياه، سوي لي الستايل انت على ذوقك، هون نحن بندخل بالايدي الحرفيه تبعنا. الأمن والأمان كتير مطلوب، يعني أكيد لو ما في أمن وأمان ما فينا نعمل بيزنس ولا في حد يقدر يأمن أي شيء. نشكر دولة الإمارات على الأمن والأمان، ونشكر الشيخ خليفة وشيوخ الإمارات بشكل عام، شخص دعمني وحققت حلمي عن طريقه اللي هو شريكي محمد الدبا جنسيته عراقي.